لكم من عوادان، وإن شاء الله ديما فرحي شركة جاكم وكيف العادة، والكوبون خلاه اثنين عساكم من عوادان، وإن شاء الله ديما فرحي شركة جاكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامج كوبون خمسة. صحة فطوركم، صحة شربتكم، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضانكم مبارك، فطوركم مبارك بإذن الله تعالى. تحية لكل من يحضر في برنامجنا اللي يكون رفيق الله على مادة الإفطار، تحية لكل من يشوف فينا في الإعادة الساعة 3:30 بعد منتصف الليل. في البداية تحية أخوتي جمال الفارسي، محمد البدري، تحية محمد شركس، تحية من هم في المونتاج أحمد المسماري وعبد الرحيم نجم. برنامجنا قربنا إن احنا ينتهي هذا الموسم، وقربنا على انتهاء، لأن شهر رمضان المبارك بادي يوم في يوم بعد يوم في نزول تدريجي. الحمد لله مشاها الشهر بخير، ومشاها الشهر باروع ما يكون، باجواء رائعه جدا جدا. اتجولنا بكم داخل شوارع بنغازي، خشينا معاكم لمواد الرحمن، خشينا لخيمه رمضان تاع مرمره، دخلنا سوق مرمره وتجولنا وشفنا اجواء رمضان. وهذه هي بنغازي، دائما هي تحاول ان تدير من المستحيل شيء بسيط وسهل. ولا بدري بنغازي كانها عصيه. تحية كم كي تحية كل أهل مدينة بنغازي. برنامجنا برعاية مرمرة مول، أكبر تجمع غذائي في بنغازي، واللي أسعاره كانت تحطيم لجميع الأسعار الموجودة في المحلات أو المولات الثانية، وتوفيرنا لخيمة الملابس الرمضانية اللي كان سعر القطعة 15 دينار للطرف الواحد، يعني أي سروال، أي فانيليا، أي مالي، أي قفطان سعره 15 جنيه الواحد، مش لبسه فوق لقطة 30 جنيه بحق كم من المحلات الثانية. فشعارنا بنغازي نبنوها نبنوها بإذن الله تعالى بكم ومعك. نبدو بنت انفجعت. مرحبتين. مرحبا بيك. جوا. لحالك. لحالك. عرف عليك. حميد البيجو. عرفك حميد. الله يسلمك. تمام. جو المول معك السنة. والله إن شاء الله تمام، أنا نعتبر أول مرة نخش للمول. إن شاء الله. أنت وين جيت؟ أنا ومعي ربي. الله يدوم يا ربي. كانك منفجع؟ لا تمام. ربنا سمح به. قول لي علي جاتك اليوم، شكلك مشاريب. يعني قيمته ما صير مشاريب كله. عشيشتك انت المشاريب. لازم ندور في ميه غازيه، ما لقيتش، بس لقيت بالرمه. فيش ميه غازيه شباب؟ في ميه غازيه؟ في تلقى كل شيء عندنا ان شاء الله. قول لي يا حميد البيجو. حميد صيام والعقل مع جنب فاني. قول لي شنو اشوار رمضان فني بغازي السنه؟ نعم. والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سيولة كاينة، مشكلة السيولة توفرت نوعا ما الحمد لله. البلاد المواطن تريح شوية. سكان الليتي ما شاء الله عدد كبير، أكبر عدد سكان يعني في يعتبر في مدينة بنغازي. وعطني. وعطني برضو نفس الشيء. قواشة والصابي. الحمد لله. قريب إن شاء الله. ردوا رياضة رد بال تحيد ليبيا كلها إن شاء الله. قولي يا بيجو بيش تقول لي؟ تختار من واحد عند 30 ولا نعطيك أنا عشوائي؟ نعطيك عشوائي. يقول في السؤال كم عدد أنواع الثعابين؟ عدد انواع الثعابين 500 نوع. شويه بكل ثعابين. نعم. انواع الثعابين كم نوع؟ لا شويه بكل مش واجب. الكوبرا هذا نوع. حلو. في حي اسمها الجرس. جالس. الجرس هذا نوع. ثعابين البحر
تمام. في الحية غير سامة. أنواع الحياة شنو من فوق؟ الحية غير سامة في عندها وجدات. الكوبرا في لها وجدات. كما تقول مدينة وفيها جو شنو عرم شوارع. سبحان الله. يعني كم نوع؟ يعني كم نوع؟ هو قلناها عديناها مع بعضنا. أربع أنواع. ما شاء الله عليك. بطني. الكوبرا وحي الجرس وثعبي البحار والحية الغير سامة. تمام. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. كم نوع كم نوع الحية؟ أربع أنواع وكل نوع متفرع مش عارف كم نوع. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ورمضانك مبارك. كل عام وأنتم بخير مشكورين. كلكم طيب. سلام. كذا تحية للجميع وتحية لمن يشاهد فينا ما زلنا معاكم لكن ناخذوا فاصل ونعاود وخليكم معنا. هذا البرنامج برعاية مرمرة مول. مرمرة مول أكبر تجمع غذائي في بنغازي. أول حاجة وانت جاينا حتلقى وين تحط سيارتك وانت مطمن عليها. بعد ما تخش للمول حتلقى كل ما تبي، لحوم، خضروات، مواد غذائية، مخابز عالمية وكل احتياجاتكم في الشهر الفضيل. أسعارنا ما فيش لها بديل، تعالوا بروحكم وتأكدوا. مرمرة مول بنغازي، لبنوها لبنوها. اهلا بكم من جديد بعد فاصلنا وما زلنا معاكم في حلقتنا وما زال قاعدين داخل مولنا. الله يعاون شباب. شنو حالكم؟ شنو الجو الان؟ تعال شوفوا من. اهلا. كيفك بجعل؟ صدمك. ربي يحفظك، كل عام وانت بخير. تعرفوا عليك. جمعة عليك ناشي. جمعة. شو اخبارك؟ ما نكلم؟ ها؟ نكلم الشيء حتى هذه ما سالوني. جو العام، شو اخبار رمضان معك السنه هذه؟ 100 100. هذا هو النوع من النوم. هذا هو النوع من النوم. وين العمل؟ عمل العام. عمل العام. ربي يعطيك الصحه، تحيه كل جاي الامن. قول لي يا جماعه شفت برنامجنا من قبل؟ شفت على اي قناه جي؟ ويبدا رسميه. ربي يحفظك، قول لي يا جماعه باش نطولوا عليك شنو جاي تاخذ اليوم؟ حليب شاي وحليب. شاي خضر. شاي خضر. من احسن فاتك فيه الشاي خضر؟ شياب. تو وين احسن؟ شي خلط تاع عزيزنا القدم ولا شي اللي تو؟ شي القدم العزيز القدم خير. ليش صبايا زمان مش كيف بنا تو؟ صبايا الاولاد يطبخون فيه ويكبن فيه ويغسلوا ديالهم. ولي تو تنبلات؟ لكن تو يحطهم في البراد وخلاص. تو يحط لك في شي خضر كيس. كيس تو. ماشي ينفع تو. ماشي عاد عزيزنا راه. ربي يخلي عزيزك ان شاء الله. قول لي يا جماعه يا ما قلت الجمعه صح؟ جمعه القناش. يا جماعه اختار من 1 لـ 30. واحد. واحد واحد يقول لك الواحد يا شباب كم يبلغ طول الكوبرا الملك؟ عارف الكوبرا؟ تعبان الحناش تاع الكوبرا اللي راسه مفطر. في نوع اسمه الكوبرا الملك تمام هو اكبر نوع فيها. كم طوله الامتار؟ فوق الخمسه واقل من 10. ايوه باش ندهشك واجد صار لك صايم انت حموان نشوا عليك. خمسه لاقنا فوق الخمسه شويه فكر. هي اكبر ال والله هي شنو الكوبرا الملك هذه عارف شنو؟ قال لك اكبر الثعابين السامه. اعوذ بالله منها. الله هذا يطيح في واحد فينا. شو زنطة زمط؟ زنطة. زنطة. يعني كم طولك انت؟ بعيد عليك. 50 دينا. لا لا انت كم طولك؟ انت حوالي 180 170 170 وانا 180 لك يا عرب ما زال زيد معنا واحد اخر. 6 متر. ان شاء الله. شوف هذه مش تزمطك تزمطني نا تزمط البدري تزمط الفارسي تزمطنا كله تقدر تمزمز بينا بعدين بكنا الله منهم يعني تو عرفنا معلومتنا طول كوبرا الملك كم متر؟ 6 متر. رب ان شاء الله يفكك من جميع الكوبرات والثعابين وهذين 50 جنيه مقدمة من مرمى المول تمام دبش بين حاجتك طالع على الكاسة ماشي كلمة تقولها تو عطيني ها؟ جاتها بالليل انت ما تجي عندك متوي عندنا نهاية رمضان تمام نبي منك كلمتين كلمة أول حاجة لأمك بمناسبة شهر رمضان المبارك. عجوز متوفية. الله يرحمها ويسامحها، بدعوة لها. ربي يخليها شجر الجنة يا رب. يا رب أمين إن شاء الله، وعطينا دعوة لعرب بنغازي كله. ربي يصلح الحال إن شاء الله. إن شاء الله. ربي يحفظك يرحم مينتك طول اللي في عمرك. إن شاء الله. أي خدمات. طيب روحها زينة، ربي يحفظك إن شاء الله. تحية لكل أمهاتنا ورحمة الله علي أم جمعة وتحية لكل أمهات مدينة بنغازي وليبيا أمهات مرحبا. شنو جعالك اليوم؟ تعال عنده الكاسة عنده كاسة جمال البدري ما يحبش الشمس صح؟ بس عنده كاسة أخرى تعالي عنده جمعة كيف لك قلبنا عليه المواجهة صح؟ وأنا قاعد نهدروز للشيء خضر والعزايز وبنتوى ما ننظر عليها الحاجة تاع مواد التنظيف ما اللي قال لك جيب مواد التنظيف؟
مرحبا. السلام عليكم. شنو حالك؟ سلمى. وصحتك. شو جو الصيام معك؟ والله 100%. مأثر شوية حسيت. لا والله جو تمام. الحمد لله. الصيام السنة دي سهل. لا ديما سهل الصيام. طبيب بفضل من ربي. بالك تلقى روحك تمام. الله أكبر عليك. تلقى روحك أنا رحت. الجماعة اللي ما يتحملوش هذوما شنو برامج؟ والله هذوما ممكن الجماعة اللي يدخلوا الجماعة اللي يسهروا ممكن يتعبوا. لكن بالنسبة لنا احنا نسهر ولا ندخل الحمد لله. الحمد لله. ماشية بالأمور وخلاص. ماشية الحياة عادية تنص وقتك تمشي عملك. أكيد أكيد. بين الشباب اللي واخذين رمضان قلبين الآية قرآنية. مخلين الليل هو السمور والنهار نوم. هذوما فاضيين ما عندهم ما يديروا. ما راهمش مسؤولية هذوما كان والله مسؤولية راهمش يركضوا بدري ونوضوا بدري لكن هذوما متريحين. باهي البات لما حق ولده قاعد النهار كله راقد. وين دور البات في الوقت؟ والله نقول لك حاجة تو والله ما قريب تشوخ حتى على نفسك مش على ولدك. والله جديد. لكن الاب له دور طبعا المفروض يراقب عياله ويرشدهم ويفهمهم ويوعيهم حاجه تواجد راه الشباب مش فاهمين جيل تو جيل صعب بالعكس والله مو صعب جيل تو جيل تو جيل سلس وهكي نيه عرفت مش جيل انت عندك ابناء من جيل هذا انت كيف انت شفت ما شاء الله يعني ربي يخليهم لك ويطول لك في عمرك وعمرهم كيف شفت الجيل هذا يعني احنا كل جيل غير الجيل الاول يعني احنا جيل 80 غير جيل البيئه اللي عايش فيها أنا. كل شاب على البيئه اللي عايش فيها وعلى الحوشه شنو معلش مبني شنو اساس المبني الحوش كان لقى ابوه يسهر ويسكر كما قال الله وني ويتبع شاب على شيء شاب عليه ايوه كان لقى ابوه كيف حالاتنا كي ماشي يلقى روحه بعدين يعني انت هذه في يدك انت من الصغر العيل يتعلم من ابوه اللي يديرها ابوه يديرها العيل صدقني من شاب على شيء شاب عليه هذا كلام صح العيل حق باتا يصلي حيصلي جنب اكيد حق باتا راقد حيضبط به ويرقى هذا كلام صح العمليه متوصله ببعضها غير نحن اللي هذا كلام بيعطيني تو نصيحتين نصيحه للبات ونصيحه للجيل لا اله الا الله محمد رسول الله نصيحه الاب انه يوكل عياله حلال اي واحد يوكل عياله حلال صدقني توكل ريالك حلال حتلقى أسرتك وعيشتك كلها مطريحة توكل ريالك حرام حتلقى روحك في مشاكل وفي نية وفي تربية مش كويسة وعيالي مش يقول كان معيالي والناس شديت في ديري كلام صحيح لنا وكلام حرام هذا كلام صحيح والجيل هذا إن شاء الله ربي يصلح حاله نحن نتمنى الجيل الجديد هذا ربي يصلح حاله ويأخذوا عبرة من هالحاجات اللي صاروا من الدنيا عشان صار فيها غنية ويأخذوا ويعتبروا ويتقوا الله في أنفسهم بس بشكل كامل هذا كلام أنا ما تعرفش على اسمك أنا اسمي إبراهيم العروفي ربي يعطيك صحة إبراهيم ربي يدوم عزك ويخليك لعويتك ويخلي عويتك الله يحفظك الله يحفظك تفضل هذين 50 جنيه مقدمة من مرمر مول ومن برنامج كبون تفضل هذا كبون قيمته 50 جنيه الله يفتح عليك خذ حاجات وانت جاي على الكاس اعطيهم 50 جنيه الله يفتح عليك ويرحم والديك بارك الله فيك الله يخليك بكي يقف واحد اخر كل كم خوتنا كلنا محتاجين الذي طيب والله والله العظيم ان شاء الله كل عام بخير الله يفتح عليك رمضانك مبارك ان شاء الله ديما طيب يا سيدي ان شاء الله كل سنة طيبين وان شاء الله ربي يحفظك من كل سوء وربي يهني البلاد والعباد هذا اللي نتمنوها بس الله لك العنتر شكرا بارك الله فيك ربي يحفظك تسلم يا باتي تحيه لكل ابنائنا خير يا سمح ان شاء الله عليك خير اسمك انت ويجي ويجي من ويجي من شو اسمك انت اول اروى من حارب حارب من ودي اسمك ايوب ايوب من ايوب كيف صار؟ أيوب كيف صار؟ عجبتني أيوب كيف صار؟ خالد شنو حالك؟ تعال يا خلود تعال، شو أخبارك يا أخويا؟ إيش حال صحتك؟ إن شاء الله كل عام بخير. صحة تمام، إن شاء الله كل عام بخير. رمضانك مبارك إن شاء الله. أمور تمام والله، الحمد لله يسلمك. قول لي، إيش أخبار فسوخ عندكم؟ والله ماشي أمورها شايط نارة تو والله. الله يسلمك. حيك خالد طبعًا أكيد اللي شايفين عبر ليبيا رسمية عارفين خالد. خالد عنده محل عطاره في عند الثمني عند المسرح الوطني وزمان في حلقه من حلقات البرنامج العصيه كان في حلقه عيد الميلود خالد كان صديق لنا واعطانا هديه شماعي بخور وفسخ واجواء ما يكون فانا نحب نشكرك خالد جدا قدام الناس بارك الله فيك وربي يصنع عويتك يا رب ان شاء الله والله تسلم ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله والله وربي يحفظكم ان شاء الله قول لي اختاري انت من 1 ل 30 كان قولي عدي ترى عديني في الحوش هادي اكيد
انت بحوش هاديه وهذا ملايكه اللي توجوهم انت ملايكه انت كي جد تاب والله انت مش قاعد في العيل تلقاه هادي لك في الحوش انا ما شاء الله عليه البطامي حقوش فيها تنطير فوق بس هذا والدواء درعك هادي قدام الكاميرا شو تدير في الحوش انت شو اكثر رسوم تحبها هيا ادوي تطلع بالتلفزيون ادوي نعطيك هديه تدوي تو نعطيك شوكولاته نعطيك شوكولاته تبي شوكولاته انت تبي شوكولاته انت تبي شوكولاته تعال وي تعال تعال يا خالد تعال ريت تريد يعطيك شوكولاته تعال تحياتي لك تسلم باشا الله يسلمك ربي يخلي عائلتنا ربي يخلي ابنائنا ورب يحفظ كل ابناء بلادنا كيف ما قال الحويج البدري الحاج منو حاج ابراهيم حاج ابراهيم حي طبعا على كلامه الطيب اللي قاله في حق الجيل اللي احنا عايشين فيه ونتمنى ان كل واحد من الايام هذه انه هو ياخذ عيد عبره من 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 كلام الاستاذ اللي توكلنا معاه خلوا حبكم لبلادكم وكل واحد يوكل عياله مال حلال لما تاكل مال حلال يقعد عايش انه مؤدب هذا شيطان هذا شيطان ريت شيطان تو انت صيد بتطق فوق ابي اعطيك صح طب هذا ناخذ فاصل عاد خليكم معنا هذا البرنامج برعاية مرمرة مول مرمرة مول أكبر تجمع غذائي في بنغازي أول حاجة منتجينا حتلقى وين تحط سيارتك وانت مطمن عليها بعد ما تخش للمول حتلقى كل ما تبي لحوم خضروات مواد غذائية مخابز عالمية وكل احتياجاتكم في الشهر الفضيل أسعارنا ما فيش لها بديل تعالوا بروحكم وتأكدوا مرمرة مول بنغازي لبنوها لبنوها جيناكم بعد هالفاصل أحبتي إخوتي أخواتي من يشاهد في برنامجنا برنامج كبونا عبر تلفزيون قناة ليبيا الرسمية هنا من مرمرة من داخل منطقة شبنا العصية أوه هذه بعد فطور تعالي يا مسقع مندي أجيب لي أربعة واحدة لي وواحدة البدري وواحدة جمال فارسي واحدة راح بيها حوشنا بدري كأنك باقي لك اليوم يا بدري صايمه فوتك اليوم خلاص والله نفوتك جمال والله والله البد يقسم بالله البرنامج من غيرك ما له طعمه خلي عويش شنو حالك اه كويس هذا شكلك عنده حظ معنا شفناك هيك مبتسم السلام عليكم شنو حالك طيب شكلك انت بخير طيب يا اخوي شلونك شو حالك رمضانك مبارك ان شاء الله طيب يا اخوي شكلك شتك على الحليب معناها حشر اكيد طيب وين ما اخذتش حليب قول لي خطره كلمه تحشيش انت ما باش تقول شايب قديم انت مش 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 شباب القدم مش بعيد منك انا 25 26 ونص وانا نقول نفس 25 انا كانك في بداعه مش 24 انت كم 20 انا 25 سنه هو 26 سنه ونص يعني انت 22 سنه وجمال سجلوا مش نوثقوا سجل مدني فرصة فرصة باكي يغيروا لنا المواليد لا 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 ال 54 قاعد سجل طيب يطول في عمرك كل سنة طيبين قول لي كلمة تحشيش طيب احنا عارفين كلمة الحشيش أو الحشاش والعياذ بالله هذه العشبة المحرمة لك ليه يسموا كلمة تحشيش هيك على جو تحشيش بتاعنا في رمضان هي تنطق في رمضان بس يعني شو ما ليش اختار انت مش عارف ليش اختار كلمة تحشيش والله بالضبط مانيش عارف ما فيك طلعنا قلنا تحشيش قلنا حشيش وخلاص اي واحد وين يا حشش اي واحد يرفع صوته يقول هذا فلان هذا محشش بنت تحشش والله مش ديما شو تحشش عليه والله مرات في الزحمه شويه تطلع انت مره انا مدخن لا والله كنت مدخن من 25 سنه دخن ما شاء الله ووقفتي الحمد لله 2009 الحمد لله الحمد لله في الحوش تحشيشك بالحوش كيف؟ لا لا بالحوش لا سالم لا قال لك دي وراي نفسك انت بالضبط انت مش تعطي فيا لا كيف يا لا كيف ملك انت قعدت السن قريب يعني نفس صح صح سيد احنا نفس الشيء حتى قبل نسجل معك في اذاعه بنغازي محليه بعدين ما صار شيء صار
البرنامج تاع الرياضه هذا كنت اتذكر كلمتك بالتليفون وقلت لي انت سعيد الشكري وتعال لنا تذكرت. ايوه اهلين 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 اهلين، شنو اخبارك؟ شنو حال صحتك؟ ان شاء الله كل عام انت بخير. اكيد في هالفرصه نحيي كل زملائنا في اذاعه بنغازي المحليه، نتمنى لها العوده يا ربي باسرع ما يكون في بنغازي. الله نبض الشارع في بنغازي نتمناه يعني يعاود، ليش؟ لان بامانه يعني ينقل معاناة أهل بنغازي للمسؤولين إذا كان نعتبر ما في مسؤولين يعني. الحمد لله. يعني الليبيا الرسمية توا ماشية بنفس المنهاج، نحن صوت الشارع، صوت مدينة بنغازي، صوت الشعب، نحاول يعني بتبد، لكن لما تكون الإذاعة يعني بنغازي حتى اسمها بمانع يعني، حتى اسمها كبير يعني. علي يا بنغازي فيك طيبة فيك الخير، وانا بيكي رافع راسي حبك في قلبي حب اخير. غني علي يا بنغازي فيك طيبة فيك الخير، وانا بيكي رافع راسي حبك في قلبي حب اخير. يا بنغازي يا بنغازي. يعني بنغازي مش صغيرة في الكبيدة. يا سلام، بنغازي مش شوية يعني. بتوصف لي بنغازي بكلمة واحدة. والله بنغازي الأم الحنون، أم الحنون على ليبيا كلها يعني بأمانة يعني. ربي معزز يا رب. نبض بنغازي، نبض ليبيا بصراحة يعني. رب إن شاء الله يحمي ليبيا من شرقها غربها وجنوبها، ورب إن شاء الله يأمن بنغازي وتعاود كيف ما كانت وخير. إن شاء الله إن شاء الله، وربي إن شاء الله ينصر الجيش. وبالنسبة للجيش نحكوا على الناس اللي يقولوا جيش جيش هضم ظنانا وهضم نحنا، يعني يقول لك الجيش جيش من؟ جيش هم هذا بنغازي يعني، هم أولادنا نحنا، بيحموا من؟ بيحموا أهلهم. ظنا بنغازي الأصليين. بيحموا أهلهم، ظنا بنغازي الأصليين. في ناس قاعدة مرقدة وفي ناس قاعدة يعني تدفع أغلى ما تملك يعني، في ناس متزوزة والله عيالها ما شافتهم، وقاعدة في الجبهة وقاعدة تقاتل وقاعدة تعارك وهضمن. وشنو الدافع متاعهم؟ الدافع هو من جوا أن بنغازي يعني ضروري بإذن الله بأمانة أهل بنغازي تكون بنغازي قاعد، بنغازي تكون قاعد، بنغازي هي من باقي وهي من تتمدد. أكيد يعني إذا كان تريحت بأمانة، كان تريحت بنغازي تريح ليبيا، كان ما تريحت بنغازي والله ما تريح. ربي يريح بلادنا يريح وطننا. ناس بنغازي قاعدين والله نين بإذن الله لعند آخر واحد، نين تريح ليبيا كلها ان شاء الله. ان شاء الله ربي يبارك فيك، ان شاء الله كل عام انت بخير ورمضانك مبارك. كل سنه طيبين ان شاء الله. هذا كوبون هديه من اللاكي عباره عن قسطين شراء 50 دينار من مرمر مول. لما توصل على الكاسه خذ حياتها بحق 50 جنيه، توصل على الكاسه اعطيها لهم. كان 51 قول شو انت عندك واحد من عندك شو كان طلع 50 جنيه لربع الربع خذ بيه مسمى. ان شاء الله ان شاء الله كل عام انت بخير، ربي يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله كل عام انت بخير. تحية أكيدة لكل أحبتنا. اليوم حلقتنا حلقة مليانة بالكلام الطيب، مليانة بالكلام الرائع، مليانة بحب الناس لمدينة بنغازي وليبيا الحبيبة. ربي يحفظ بلادنا، ربي يحفظ وطننا، ربي أمن بلادنا، ربي ينصر جيشنا المغوار، الجيش البطل، الجيش اللي أثبت وطنيته على أرض ليبيا وبنغازي خاصة. تحية للجميع، تحية كما شايفين على ليبيا الرسمية. عرضنا الأول الساعة 8 إلى 4 وقت أذان صلاة المغرب مدينة بنغازي، العرض الثاني الساعة 3:30 في الليل قبل أذان الفجر في مدينة بنغازي الحبيبة. في الختام تحية محمد البدري، تحية جمال فارسي، أحمد مسماري، عبد الرحيم نجم، تحية كان محمد شكس. ميعادنا بكرة، كرابي أعطانا عمر. السلام عليكم.
قلبي